معروف ان الكنافة ملكة الحلويات، بس حاولنا نقدمها لكم بشكل مختلف. هذا الحلا مخصوص اللي يحبون الفواكه مع الحلا، وبنفس الوقت تقدرون تتحكمون بكمية السكر. يصلح طبعا هذا الحلا مع القهوة، او تقدرون تخلونه بعد العشاء. اول شيء راح نقطع 250 جرام كنافة طازجة او مجمدة بطول 1 سنتي تقريبا، وفي مقلاة واسعة راح نحط نصف اصبع زبدة وثلاث ملاعق كبيرة زيت والكنافة، ونقلبها على نار متوسطة حتى تشقر، ثم نرفعها ونتركها على جنب تبرد. ثم نجيب حبتين مانجا كبيرة وباردة ونقطعها قطع صغيرة، والأفضل تكون طازجة باردة مو مثلجة، بس عشان يكون التقطيع أرتب وأسهل. بعدين راح نوزع الشيرة على الكنافة ونقلبها بالكمية اللي تبون. أنا حطيت تقريبا 3/4 كوب شيرة. وبالأخير راح نجهز القوالب، راح نوزع نصف كمية الكنافة بالقوالب، ثم نوزع عليها مكعبات المانجو. بعدين راح نوزع القشطة الطازجة، بنحتاج تقريبا 3 إلى 4 علب قشطة وزن 100 جرام، ونساويها. ثم راح نحط باقي الكنافة ونزينها بالقشطة وقطع المانجو وحبات الكاجو، ونقدمها باردة وبالعافية.